ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس. حنا بالضبط من مدينة الجديدة قرب مسرح عفيفي، ومعانا واحد المسرحي عادل تساردة، هو مسرحي والأب ديالو مسرحي وعائلة مسرحية بامتياز. سي عادل مرحبا بك على أنفاس بريس. مرحبا بك سي فريد دلياس، تحياتي ليك وتحية فنية وصحفية، وكنشكرك على هذه الالتفات الشيقة والجميلة نحو الفن مدينة الجديدة ومسارح مدينة الجديدة اللي هي كتهمش يوم على يوم منذ سنين طويلة، وكنشكرك بزاف على هذه الالتفاتة هذه بالذات على قبل المسرح مدينة الجديدة. وتحنا يعني كنعزيوك في الأب ديالك المسرحي الكبير اللي كان هو مدير المسرح ديال هواء الطلق بمدينة الجديدة، يعني لله ما أخذ ولله ما أعطى، والله يصبركم. اللهم لك الحمد، الله الحمد لله لا إله إلا الله. ويعني اللي بغيت نقول لك يعني كيف الحال المسرح والمسرحيين في مدينة الجديدة؟ هذه الكلمة هذه ولات بكثرة تفقصنا بزاف من هذه الناحية، هذه ولات كتضحكنا هذه الكلمة هذه. علاش؟ حيت مسارح مدينة الجديدة ما نقولوش مسرح، حيت الجديدة فيها جوج المسارح أو ثلاثة ديال المسارح. علاش خدام فيها غير مسرح ديال الكنيسة بوحدو اللي هو مسرح ماشي في استطاعة ديال بزاف النجوم والفنانة كبار اللي يجيو ليه يديروا فيه عروض. عندنا مسرح تبارك الله وصلى على النبي من أكبر المسارح، من مسرح عريق عتيق اللي هو مسرح البلدي آنذاك ومسرح عفيفي حاليا. علاش هذا المسرح هذا اللي هو منذ سنين عديدة هو مسدود ومتهمش وحالته حالة يعني تقول خربة من الوسط. حاليا في هذه السنة هذه عاد قادوه وقادو لاسين ديالو وقادو الكراسي ديالو، ولكن ما كاينش شي واحد اللي وزارة الثقافة ما فتحت لا مسرح لا حتى شي حاجة، هو باقي مسدود حاليا. شحال هو مسدود مسرح عفيف؟ هو شحال غادي نقول لك، تقريبا راه مسدود دابا جاية لواحد 8 سنوات. 8 سنين هو كيتصيد؟ هذه القليلة، 8 سنوات هو مسدود، عاد واحد سنتين ولا 3 سنوات هو كيتصيب، ها هو دابا تصيب وكمل وسالا هو مسدود. يعني ما كاين لا افتتاح لا حتى شي حاجه. دابا المسرحيين ديال مدينه الجديده فين كيلعبوا العروض ديالهم؟ المسرحيين مدينه الجديده واحد العدد القليل فيهم اللي هما كيلعبوا العروض ديالهم في المسرح ديال الكنيسه ديال الحي البرتغالي حاليا. ولكن بالنسبه للمسرح عفيفي علاش ما يتفتحش؟ علاش ما يجيوناش حنايا فنانا من بلدان اخرين كيف كان انذاك، كيف كان الوالد ديالي كان كينظم سهرات مع ناس الغيوان، مع جيل جلاله، مع فاطمه بنت الحسين، مع بن ابراهيم اللي كان هو ثنائي ديالو، مع سي الله يرحمه اللي ذكرناه قويله، عبد العظيم الشناوي، سي عبد الرحيم التونسي الله يشافيه، هادو كاملين كانوا كيلعبوا في هذه الارض، في هذه الارض ديال الخشبه هذه. انا العفيفي ديال العفيفي بطبيعه الحال، يعني مسرح البلدي، مسرح البلدي انا ده. ما دقيتوش يعني باب ديال المسؤولين وسولتهم يعني سبب يعني الاغلاق ديال المسرح منذ يعني 8 سنين؟ دابا خرجوا ناس متطوعون فيسبوكيون صحفيون على قضيه ديال هذا الموضوع ديال المسرح، ولكن ما كاينش شي واحد اللي هو سمع لهم او لا لبى النداء ديالهم. حاليا راه باقي المسرح كنشوفوه مصوب ومسدود، هذا مازال راه تصوب وتسد. ارى لي مسرح هواء الطلق ديال سيدي بوزيد اللي هو منذ 1000 اللي كان الاب ديالك مدير ديالو، اخر واحد اللي داز في مسرح هواء الطلق كان مدير ديالو في سنه 1998 حتى 99، هو الوالد ديالي محمد تاردا رمزي ملقب برمزي اللي دوز فيه عروض كثيره وكان هو المدير ديال المسرح ديالو. من نهار طلق الوالد هذاك المسرح ديال هواء الطلق هو هذاك المسرح ولا متهمش ولا خرباق. اقسم بالله راه واحد النهار دابا نصور لكم داك الشيء ونوريه لكم ونبارطاجيه مع السي فريد، وغادي تشوفوا المسرح هواء الطلق كيولا خربه. يعني لاسين ديالو ولا نايض فيها الشوك ولا كان مقبره قديمه. غنقدروا نمشيو نزوروا ونشوفوا اللي يعني غادي تشوفوا ناخذوا شي لي بلون ديالو، غيبقى فيك الحال بزاف وغيبقى في غيبقى في الجمهور الحال حتى هو بزاف على قبل هذاك المسرح اللي شي حاجه تاريخيه وتهمشات على شاعي عباد الله. اما الفنانه ديال مدينه الجديده كيموتوا نهار على نهار وحتى حد ما كيجيب لهم اخبار. قلت لي حز في نفسك ان الاب ديالك يعني هو مسرحي وفنان وكان مدير ديال المسرح يعني توفى، يعني والفنانه والمسرحيين لا ولا حتى الناس ديال الثقافه ما سولوش فيه. للاسف هذا الامر هذا كيضرني بزاف. وعلاش كيضرني؟ حيت انايا خديت الموهبه ديال الاب ديالي وبغيت انايا نشق طريق ديال المسار الفني، ولكن عندي واحد التخوف من الفن، كنقول واش غادي يوقع ليا كيف وقع للاب ديالي؟ ما عندي باش ندير بهذا الفن اللي كان يوقع ليا كيف وقع للاب ديالي. الا كنت غادي نوجد عروض، انا حاليا موجد عروض مسرحيات، موجد بزاف الحوايج، ولكن ما كاينش فين نخدموا في هذه المدينه.
كاين دعم بعدا. ما كاين لا دعم لا والو، ما كاينش مادي لا معنوي. لا مادي لا معنوي، ما كاينش كاع حتى اللي كيقول لك صباح الخير. باش نختموا رسالة أخيرة ديالك. نعم. باش نختموا رسالة أخيرة ديالي كنقول للمسؤولين في وزارة الثقافة، اتقوا الله في الفنانة ديال مدينة الجديدة، راهم كيموتوا، راهم كيموتوا، راه أغلبيتهم مراد وما جايب لهم حتى واحد خبار، أغلبيتهم كيموتوا نهار على نهار وما كاينش اللي كيجيب لهم خبار واش ماتوا ولا باقيين حيين، اللي هما دازوا في هذه المدينة قدوة وداروا برامج كبيرة عبر أرض الوطن وخارج أرض الوطن. هاد الناس هما اللي عرفونا بالفن وعرفونا بالكوميديا وعرفونا بالمسرح، علاش هاد الناس دفناهم وهما حيين؟ هادشي اللي بغيت نعرف انا. واش غتقول للمسؤولين ديال الجديده اللي باقيين سادين المسرح ديال عفيفة؟ غنقول للمسؤولين ديال المدينه الجديده اللي باقيين سادين هاد المعلمه، ما نقولش مسرح، نقول معلمه اللي هي كبيره كيعترف بها تقريبا المغرب كامل. اتقوا الله في الفن، اتقوا الله في المسارح، اتقوا الله في الشباب اللي عندهم موهبه وباغين يخرجوا دوك الموهبه ديالهم، اتقوا الله وحلوا لنا المسارح، راه عندنا ميزقال وعندنا باش نخدموا وعندنا ما نديروا، حلوا لنا المسارح. راه حشومه هادشي، راه الشباب كيضيعوا، كاين حارف ملي كيلقى بزاف ديور الشباب مسدودين، كيلقى المسارح مسدوده والدري كتلقى عنده ما يعطيه وعنده ما يقول وكيكتب وبزاف الحوايج كيبدع، ولكن ما لاقيش فين يفرغ هذاك الشيء ديالو، شنو غايدير؟ الخدمه ما كايناش، شي حاجه ما كاينه في هذه المدينه. اللهم وين حارف؟ احنا ما نلوموش الناس اللي كينحارفوا، نخلطوا نلوموا واحد علاش تكدير وكدير وكدير، عطيه حقه في بزاف الحوايج، العيب على الله لقيتي هذاك الانسان خارج الطريق. سي عادل كنتمنوا الرساله ديالك توصل وتحياتي ليك وشرفتيني على انفاس بريس. وشكرا سي فريد على هذه الالتفاته هذه الجميله اللي للناس قلال اللي كيجيو لعندنا. مرحبا. وانت يا اول حاجه كنشكرك وكنحييك وكيعجبني انايا المسار الصحفي ديالك والكوميدي والفني بصفه عامه. الله يكبر بيك. وكنشكرك جزيل الشكر وتحياتي ليك. شكرا.